نروح دلوقتي للدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير في نهايه العام ان شاء الله. دكتور مصطفى، انا سالت زمايلي قلت لهم هو الدكتور مصطفى بيفهم في الذهب؟ قالوا لنا هنجيب الدكتور مصطفى شاهين ضيف يعلق على بيحصل في سوق الذهب. قلت لهم يا جماعه الدكتور مصطفى شاهين ده راجل بتاع اقتصاد وبتاع نظريات اقتصاديه وحاجات دي، يعني فايه القصه؟ يعني الراجل احنا عايزين حد بتاع ذهب يقول لنا ايه اللي بيحصل في السوق ده. قالوا لا، الدكتور مصطفى شاهين قروبه في الحكايه دي. انا بقى دلوقتي مش عايز اسمع كلام من ايه اساتذه بقى ومدرجات كليه التجاره والحاجات دي. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في سوق الذهب؟ ناس بتنفي ان في مشكله او اتقفل، وناس عماله تصرخ في الشارع. ووصل دلوقتي دولار الذهب ل 57 جنيه. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ إيه يعني ممكن تقول لنا وصل ل 2800، لا سوري 3320 جنيه. 3320 جنيه الجرام ال 21. ما الذي يحدث في سوق الذهب يا دكتور؟ طيب، هو لما يكون اقتصادك غير مستقر يا أستاذ محمد، وتكون عملتك مش ثابتة، هيبدأ يحصل عندك اللي انت شايفه ده. يبقى انا ببساطة جدا عشان نربط الاقتصاد بالذهب، طالما سعر صرف اي دولة ما هو ثابت، هتلاقي الدولار عندك هو اللي بيتحكم في كل الاسعار اللي عندك. فكل واحد هيسعر سلعته بناء على توقعه لسعر الدولار، فالمتحكم في الموضوع هو سعر صرف الدولار. فعلشان كده لو أننا نضرب مثال عشان الناس تبقى واضح لها، هتلاقي سعر جرام الذهب في السعودية ما زادش زي ما هو تقريبا من فترة طويلة جدا، يمكن الأسبوع الأخير، لأن حدث سبب تاني إن الأسعار العالمية للذهب زادت. فهتلاقي السعودية زاد، مثلا لو قلنا مثلا زاد في أمريكا الجرام الآن النهاردة ب 66 دولار الجرام، العيار 24، معنى كده إن أنت في السعودية هتلاقي الجرام مثلا زاد دولارين، يعني دولارين يعني 7 ريال 8 ريال، وهتلاقي فيه ثبات في الأسعار. أما تيجي أنت في بلد زي مصر بيحصل عندك أثرين اتنين. الأثر الأولاني إن الأسعار العالمية بتاع الذهب غليت، بس الغلاء اللي في العالم غلاء بسيط مش يبرر الزيادة اللي بتحصل في مصر دلوقتي، إن اليوم بيجيب 130 جنيه زيادة 150 جنيه زيادة، والفترة الجاية هيزيد أكتر من كده كمان، هيزيد هيتجاوز ال 130 وال 150 وال 200، وهيتجاوز كمان الثمن ال 3300 جنيه او ال 3330 جنيه اللي هو سعر الجرام 21 دلوقتي في مصر. يبقى السببين اثنين اساسيين. السبب الاولاني في زياده عالميه تمت، بس دي زياده صغيره جدا ما لا تبرر ما يحدث في مصر. السبب الثاني زي ما حضرتك قلت ان تجار الذهب الان، تجار الذهب زي ما التاجر اللي حضرتك استضافته قال لك انا بخسر في الذهب، لو انا اشتريت ذهب وبعته، يعني لو هو اشترى ذهب وكان سعر جرام الذهب ب 3100 والنهارده بقى ب 3330، هو لو باع اللي عنده ب 3100 بالاضافه لمصنعيته بالاضافه لضريبه الدمغه بتاعته، هيجي يروح يشتري المكان تاني بداله هيخسر فيه، لان السعر زاد غلي عنه. ليه؟ لانك انت ما عندكش استقرار في العمله. يبقى صلب المشكله في مصر فين؟ هو سعر الدولار. طيب لو انت ثبت سعر الدولار هضمن لك سوق الذهب هيبقى ثابت. طيب ما هو رئيس شعبه الذهب باتحاد الصناعه المصري بيقول، انت عندك دور برد يا دكتور؟ عندي دور برد. نعم. انتوا عندكم في امريكا برضو الدور ده شغال؟ في برد وفيه كورونا، والله منتشرين جدا يا استاذ محمد. ده في العالم كله الدنيا بايظه يعني. ايوه نعم. سلامتك يا دكتور، الف سلامه. سامحنا، الله يسلمك. لا لا، انت طالما بعيد يبقى تمام جدا، احنا علاقتنا كويسه جدا يعني. الله يحفظك. رئيس شعبه الذهب باتحاد الصناعات المصريه بيقول ان البورصات العالميه شهدت فعلا ارتفاع ملحوظ في تعاملات الاسبوع الماضي، وده امر نتج عنه زياده في الاسعار العالميه. لكن هو السؤال، هل ده يفسر؟ يعني انت قلت لي ما يفسرش،
بس هو بيقول ان ارتفاع الاسعار في الذهب ياتي نتيجه، وقال لفظ وحش قوي، لتكالب المواطنين على الشراء. يعني ده سبب. طيب هو تكالب المواطنين على الشراء، هو اللفظ وحش، التشبيه وحش، كلمه تكالب دي وحشه قوي. لا احنا في الاقتصاد يا سيدي قول، خلينا نقول ان الطلب زاد بالمصطلح. الطلب زاد، اه صح كده، الطلب زاد، مظبوط. زياده الطلب في الاقتصاد ده شيء جميل مش وحش. السؤال دلوقتي ايه هو الذي يبرر طلب الناس في الزياده في الطلب على الجنيه، طلب الناس زياده على الدولار، على الذهب، انا اسف، انك انت اصبح في تخوف كبير جدا من العمله المصريه، من الجنيه المصري. الناس كلها الان لو انا بجوز بنتي، لو انا عايز اشتري لها مطبخ، لو انا عايز اشتري جهاز، عايز ابني بيتي، عايز اشتري اسمنت، عايز اشتري حديد، فيقول لك دلوقتي مثلا الحكومه موقفه ان انا اطلع رخصه البيت بتاعي، فيسالني يقول لي يا مصطفى هل اشتري حديد دلوقتي ولا اشتري ذهب؟ هو لو راح اشترى حديد ممكن يصد منه، لو ركنه 6 شهور 9 اشهر مش عارف الراجل، فيجي يقول لك والله، نقول له والله روح اشتري ذهب، فالراجل يشتري ذهب يلاقي الزيادة اللي حدثت في أسعار الذهب هتعوضه جزئيا عن الزيادة في أسعار الحديد. نفس الكلام لو أنا بجوز بنتي، رايح اشتري لها ثلاجة ولقيت ان وبنت هتتجوز بعد سنه او بعد سنتين وعايز اجوز لها من دلوقتي، فبروح اشتري لها حته ذهب علشان خلال السنتين الزياده اللي تمت في الذهب تعوضني شويه عن زياده في سعر الثلاجه. نفس الكلام لو انا بشتري مطبخ. كل دي امثله الناس في مصر نتيجه ان الحكومه لما تيجي مثلا تشوف اسعار الثلاجات في مصر زادت بكام، أسعار الغسالات بكام، أسعار طن الحديد زاد بقى بكام، لو أنا ببني بيت هيكلفني كام، لو أنا راجل مطور، خليني أقول أنا، لأ أنا ببني عمارات مثلا، والنهاردة عملت عقود مع الناس إن أنا هبيع لهم الشقة مثلا المتر ب10,000 جنيه، لو أنا عملت هذه العقود مع الناس بالمتر ب10,000 جنيه ولسبب ما أو لآخر الرخص اتأخرت، فأنا مباشرة بروح أشتري ذهب أو بشتري دولار عشان انا عارف ان الحديد بيزيد، لان الذهب، لان الدولار مش ثابت في البلد. فدي الرابط الاساسي في مصر، يعني تعتبر معاك مفتاح بيفتح لك 1,000 سلعة او ان شئت قلت 1,000,000 سلعة اللي هو سعر الدولار ببساطة خالص جدا، عشان يكون الامر واضح لحضرة السادة المشاهدين ان الامر كله مرتبط بالدولار قبل الذهب. فلو انك انت عملت استقرار في سعر الدولار هتلاقي الذهب في مصر هيبقى مستقر، الحديد هيبقى مستقر، المطابخ. طب انت من وجهه نظرك يا دكتور الـ يعمل ازاي نجيب ساويرس قال اعمله ب 50 جنيه الدولار، يعمله ازاي؟ يعني ازاي يعمل سعر الدولار، يعني ازاي احدد سعر الدولار في مصر دلوقتي؟ انا لو انت حكومه وعايز تحلها، انا لازم يكون عندك حلين اتنين، حل النهاردة وحل العشر سنين جايين. حل النهاردة انك هتيجي تقول يا اولاد انا فعلا هاخد بنصيحة المهندس نجيب وخلي لكم الدولار بخمسين جنيه، كويس جدا. فهيجي الراجل اللي بيشتري نظارات هيجي يبيع النظارات في السوق محدش هيشتريها، هيجي الراجل اللي بيبيع طن الحديد اللي وصل تمنه بقى، ما انت خليت الدولار بخمسين جنيه، طن الحديد وصل ل40,000 او ل50,000، هيجي الراجل اللي عايز يبني بيته كان معاه فلوس مش هيقدر، فانا بقلل الطلب بتاع المواطن. ففكره ان انا غلي الدولار هو ده صحيح، هيحل لي الازمه وقتيا، اجل قصير، علاج مؤقت، يعني شيء زي ما انت بتقول كده، يعني بعالج عرض مش الاصل. لو انت عملت كده عالجت الازمه مؤقتا، لكن بعد فتره الراجل اللي عايز قطرة والراجل اللي عايز دواء للسكر والراجل اللي عايز دواء للضغط وده كله. انا عندي حل تاني يا دكتور، واسف لقطع كلامك بس الوقت بيجري، عندي حل تاني. حضرتك بتقول الحل انه يثبت، يعني يعمل سعر عادل للدولار، صح كده يا فندم؟ يعني ماشي، انا هقبلها كده، ماشي، متشكر قوي على المجامله دي، نمشيها كده. لا ماشي، بس انا عندي حل تاني.
انا دايما كان ليا اصدقاء في كليه التجاره، وكانوا يعني الواحد بيستفيد منهم حاجات صغيره قوي. حضرتك ممكن تطلعني على ان في مشكله في الحاله النفسيه في الاسواق المصريه؟ يعني هناك حاله خوف في السوق المصري، هناك حاله عدم اطمئنان. حاله الخوف او حاله هو, هو ده موجود صح؟ ده موجود اللي انا بقول ده موجود صح؟ ده جزء في الاقتصاد احنا بندرسه يا استاذ محمد. شفت انا لما بقى رائع. ايوه بقى. انا دلوقتي في المدينه اللي انا فيها، لو قالوا لي الجو هيمطر وفي سنو هينزل، في ثلج هينزل على الارض، فانا ايه اول قرار هعمله؟ لازم هطمن يكون عنده ميه في البيت وتدفئه في البيت، فنتيجه الظروف الجويه هتزود الطلب على الميه. نفس الكلام في مصر اللي حضرتك بتقوله، ده كلام جزء بيدرس في الاقتصاد اللي احنا بنسميه في نظرية الطلب التوقعات. اذا انت توقعت ان بكرة الحديد هيزيد، فانا عايز احتاط من ثمن الحديد. ان الجنيه هيقل، عايز احتاط من الجنيه. ده كلام يعني مش عايز اقول، يعني مش عايز ادخل الناس في مصطلحات اقتصادية عشان ابسط الموضوع للناس، لكن ببساطة جدا احنا بنفترض في اللي قدامنا ان هو انسان رشيد عنده توقعات رشيدة، بيسموها الراشنال اكسبكتيشنز، يعني عنده توقع للي هيحصل، وده اللي حصل مع المصريين، وده اللي خلى الناس يا دكتور، ده خلى الناس تجري تشتري الذهب لانها متوقعة ان الذهب هيزيد وبالتالي تشتريه. طيب طول عمرك بتيجي معايا في البرنامج بنستضيفك بتنصح الناس انها تشتري ذهب، مش كده يا فندم؟ نعم. طيب ايه رأيك بقى ان الراجل بتاع شعبة الذهب قال للناس نصيحة عكسك تماما، قال لهم ايه؟ او في مصر اليوم اهو، واضاف ونصح واصف المواطنين تحت خالص اخر حاجة بعدم شراء الذهب الان، قائلا محدش يشتري اي ذهب وهو يسجل اعلى نقطة له في تاريخ مصر حيث انه لم يحدث ان وصل السعر ل 2000، فالسعر في مصر مبالغ فيه والثقافة الاستثمارية تؤكد عدم الشراء في اعلى نقطة. شوف انت بقى، يعني انا خليني احسبها لك، انا دلوقتي انا مواطن مصري بكلم حضرتك وحضرتك متخصص. انا ليه بشتري ذهب؟ مش بس عشان بنتي هتتخطب او بتتخطب او عشان انا عريس او مش بشتغل، عشان زي ما حضرتك نصحتني زمان ان الدولار بيزيد والجنيه قيمته بتقل، فالفلوس في البنك قيمتها بتقل، وفلوس مش عارف ايه قيمه، انسب حاجه هي الذهب. فالناس بتشتري طبقا لنصيحتك الذهب لانه اضمن من الدولار واضمن من العقار واضمن من كل حاجه. صح. هنا الراجل ده بيقول لك لا ما تشتروش الذهب دلوقتي. اذا الحاله النفسيه فيها مشكله. لا لا لا، هو بس كلام الاستاذ. لو احنا رجعنا تاريخيا من اول ما انت عومت الجنيه في 2016، ولما كان سعر جرام الذهب ب 600 جنيه وب 700 جنيه، انت بقى من 2016 لحد 2023 انت النهارده في السوق ب 3330 جنيه، فانت سعر الذهب اتضاعف 5 مرات. لا الدولار اتضاعف عندك 5 مرات، يمكن الدولار كان ب 15 وصل ل 50 جنيه دلوقتي اتضاعف 3 مرات، ولا العقارات ثمنها اتضاعفت 5 مرات، ربما تكون الاسعار تضاعفت اكثر من 5 مرات. ايوه، عشان كده بنقول للناس احنا بنحتاط للذهب بس. لكن كلام استاذنا ده اللي هو بيقول ما تشتروش الذهب، ده كلامه هيكون سليم جدا لو الحكومه ظبطت سعر الدولار. لو الحكومه بكره قالت لي يا مصطفى احنا يا ابني هنضمن لكل المواطنين ولكل التجار ولكل المستوردين، اي واحد عايز يستورد حاجه بكره هنديك الدولار ب 30 جنيه و90 قرش ليك لحد سنة جاية، بكرة هتلاقي الذهب هيرخص، بكرة هتلاقي الدولار هيرخص. بس الحكومة تنفذ السياسة دي ازاي؟ تقدر تنفذ اللي احنا بنقوله ده؟ تبيع لي الدولار ب 30 جنيه و90 قرش؟ يا سيدي بلاش 30 جنيه و90 قرش، خلي الحكومة تبيع لي الدولار ب 60 جنيه. أنا موافق، ماشي كده؟ السؤال دلوقتي لو الحكومة قالت لنا يا حضرات أي واحد منكم محتاج دولار لمدة سنة هديكوا الدولار ب 60 جنيه، تقدر الحكومة تعمل كده؟ أنا بقولها لك وباطمئنان شديد جدا لا تستطيع الحكومة تعمل كده. ليه بقى ما تقدرش تعمل كده؟ لأن أنا عايز دولارات عشان كل واحد طالب دولار أديله. أنا عندي فجوة دولارية كل سنة
اللي هي الفرق بين الصادرات والواردات اللي احنا بنسميه العجز في الميزان التجاري بالناحية الاقتصادية. هذا العجز مش أقل من 24 مليار دولار. أقف بقى هنا شوية، حط على ال 24 مليار دولار اللي هو العجز في الميزان التجاري، حط كمان عندك بقى إن أنا في قروض جديدة، في فوائد جديدة، فكل شوية الفجوة اللي بين الصادرات والواردات عمالة تزيد، لأن ديونك بتزيد. كل ما الديون بتاعتك بتزيد، كل ما قدرتي على السداد أقل، كل ما أزمة الدولار تزيد، كل ما قيمة الدولار تعلو. ولما قيمة الدولار تعلو، قيمة الجنيه تبدأ تنزل، يبدأ الأسعار في الارتفاع، منها بقى كل الأسعار اللي أنت شايفه قدامك، الذهب على الثلاجات، على الغسالات، على الشاي، على السكر، كل ده هتلاقي عندك عدم استقرار فيه. فأنت قلت لي يا مصطفى أنت تحل الأزمة إزاي، واقترحت علي فكرة المهندس نجيب إن بيقول أنا خلي لك الدولار ب 50 جنيه على عيني وعلى راسي. هذا الكلام أنا بقول لك لا، لو زودته كمان لحد 60 جنيه هتقدر تعالج الأزمة مؤقتا، لكن ما زال السبب الرئيسي الكامن وراء أزمة الدولار اللي انت انا وحضرتك والجيل السادة المشاهدين اللي هم يعني كبروا شوية عارفين ان في الثمانينات ما كانش عندنا أزمة دولار، ولا السبعينات كان ما كانش او بالاستفحال اللي انا شايفه ده، لان انت ربطت بلدك دلوقتي كلها بقت بلد استهلاكية، انت بقت عندك انماط استهلاكية محتاج الدولار في كل شيء. انت انا شفت احدى بناتنا عاملة فيديو مصوراه في المعادي وراحت تفطر ب 800 جنيه، راحت تجيب تقول لك تركي كرواسون. طيب ما انت فرضت انماط استهلاكية جديدة على الناس، الانماط الاستهلاكية دي احتاجة استيراد. لما تروح تجيب لي الاحذية المستوردة كلها من الخارج وكله بقى يستهلك في مصر، وعندنا طبقة كبيرة جدا بتستهلك، انت عندك لا يقل عن 10 مليون مصري دخلهم في الشهر أكثر من 3000 دولار شهريا، يعني على الأقل يعني 3000 دولار، يعني في ناس دخلها في الشهر في مصر 150 ألف جنيه شهريا الآن. فاللي دخله 150 ألف جنيه في الشهر مش فارق معاه إنه هو رح يصرف بألف جنيه أو 2000 جنيه في الفطار مثلا، يعني لوحده مثلا. الفكرة من القضية إيه؟ إن أنا بدأت أشع أنماط استهلاكية طرفية عند فئة معينة من المجتمع، هذه الفئة بتولد طلب على الدولار. لأن أنا مثلا لما أجي أستورد مثلا حذاء مستورد مثلا، بلاش أقول ماركة معينة يا سيدي، ماركة معينة، ماركة أديداس مثلا، ماركة نايكي، ماركة نيو بالانس مثلا، الماركات العالمية دي الحذاء في أمريكا مثلا ب 130 دولار. 130 دولار المفروض 130 دولار يعني في أغلب الأسر المتوسطة تقدر تجيبه، لكن في مصر أنا عندي شريحة مقدارها 10%، يعني 10 مليون مواطن عنده دخله أكثر من 3000 دولار شهريا، بيزود الطلب على الأحذية اللي جاية من الخارج. فلما بيزود الطلب عليها بيزود الطلب على الدولار، والطلب في الآخر على الدولار هو طلب مشتق من الطلب بتاع الناس على السلع. فلما بيزيد الناس طلبها على الأحذية المستوردة أو الملابس المستوردة أو الأكل المستورد زي الشاي، زي السكر، زي الدقيق، زي القمح، زي الزيت، زي الحديد، بيستهلك دولار، بيجي على الدولار، بيضغط على الدولار، فبضغط على الدولار فبيرتفع سعر الدولار. طيب لما بيرتفع سعر الدولار، التاجر الذهب العظيم، التاجر الذهب البسيط اللي قال لك على ده، وأنا بتعلم منهم بالمناسبة، يعني أنا بروح أسأل تجار الذهب عشان استفيد منهم، عشان افهم حس السوق ماشي ازاي، انا عايز اسمع حس السوق وبربط بين ده وبين اللي انا بتعلمه. فالتاجر الصغير ده بيقول لك يا سيدي انا خدت الذهب من تاجر الجمله على 3000 جنيه ورحت بعته ب 3200، النهارده ب 3300، فالراجل خسر 100 جنيه. الراجل اللي خسر 100 جنيه ده اول اجراء هيعمله، وده اجراء اقتصادي طبيعي جدا، حاجه اروح اقول له والله انا عايز اشتري دهب، هيقول لك انا ما ببيعش دهب، انا ما عنديش دهب. هو الدهب عنده جوه في الخزنه بس مش مطمن، لو بحولك النهارده ب 3300 وبكره بقى ب 3500 خسر، وهيوصل. طب ما هو برضه دكتور، معلش، طب ما هو ممكن يخسر فيه، يعني ممكن الدهب سعره ينزل وهو الراجل يخسر فيه برضه.
لا ده لو الذهب خسر فيه، ده لو لا، انت دلوقتي بتقول لي ان سعر الذهب يرخص هيحقق خسارة. يعني هو دلوقتي ثمنه 3200 300 جنيه، ممكن ايوه بعد اسبوع ولا حاجه ينزل يبقى ب 2800، يبقى انا خسرت فيه. كويس جدا، يبقى انت هتخسر فيه. بس الكلام ده هيحصل امتى؟ اذا الحكومة طمنتني على سعر الدولار في السوق. الثقة الثقة يعني دكتور، مش الرقابة. مش، لا الرقابة اللي هتفشل هتفشل. شوف يا استاذ محمد، السوق ده قوة جبارة، لا احد يستطيع يغلب السوق. بل انا هقول لك الاكثر من كده، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة راحت طلبت منه يسعر السلع، قال لهم لا، النبي رفض وقال ان الله هو المسعر. الكلمتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالهم دول كلمتين في غاية الدقة اقتصاديا. النبي قال ان قوة السوق هي التي ستتحكم في الاسعار. فلما اجي بعض الناس يضحكوا بقى على الناس، الجماعة الاعلاميين في مصر، يقول لك والله اصل ده جشع تجار، وكمان ده الحكومة مش قادرة تراقب الناس، مش قادرة تراقب التجار، والتجار استغلاليين. لا، هو قد يكون هناك التجار استغلاليين، لان انا عملت نمط السوق بتاعي سوق احتكاري. فالجماعة اللي ماسكين السكر فوق، او اللي ماسكين الحديد فوق، او اللي ماسكين الذهب فوق، او اللي ماسكين الرز فوق، بيتفقوا مع بعض على السعر. وعلشان كده جزء من اللي علمونا في امريكا ان انا لازم اراقب السوق، اشوف لو ان هناك تواطؤ بين التجار. ده جزء من المخابرات في امريكا، في جزء في وزارة التجارة الامريكية، هذا القسم في وزارة التجارة مهمته يراقب التجار، ومهمته مش بيراقبوا ان هو بيبيع غالي او يبيع رخيص، لا، بيراقب هل هم تواطؤوا مع بعض ولا لا. بل هناك اجراءات في امريكا، لما انا ضربت حضرتك مثال، افرض التلج نزل، لو الميه، لو انا بروح اشتري صندوق الميه ب 3 دولارات مثلا و90 سنت او ب 4 دولارات، وجيت تاجر مره واحده زودتها 8 دولارات، انا هاخد الفاتوره منه وهرفع عليه قضيه في المحكمه، لانه هو اتحكم في السعر. الان في ظرف قاهره حدث لا تستطيع انت كتاجر ترفع الاسعار فيها. لكن اذا كان سعر السوق القائد او اللي ماشي فيه، فكلنا بنحتكم الى سعر السوق. مثلا افرض جت شركات الطيران اتفقوا مع بعضهم من تحت لتحت، اي مواطن مسافر هندفعه على الشنطه بتاعته بدل 100 دولار هندفعه 200 دولار. لو وزاره التجاره الامريكيه حست ان شركات الطيران اتفقوا من تحت مع بعضهم البعض، هترفع قضيه عليهم وتغرمهم. ده حصل مع جوجل، حصل مع مايكروسوفت قبل كده، مايكروسوفت دفعوهم غرامات ضخمه جدا، وفي اوروبا نفس الحكايه. فانا دوري ان انا براقب السوق، ايوه براقب، بس الحاله المصريه انت عندك موجود احتكارات موجوده في السوق. لو انت جيت على صابع ايديا دولت كده، لو انا عديت الجماعه تجار الحديد في مصر مش هيتجاوزوا 20 واحد. الرز نفس الامر مش هيتجاوزوا 20 واحد. السكر، القمح، اضرب الاف الامثله في مصر، هتلاقي السوق ده سوق ما بي... الناتج بتاعه مش صحيح اقتصاديا. وعشان كده انا فوجئت الامريكان عاملين قانون طلعوه يمكن سنه 1890 عشان يمنع الاحتكار. عشان يمنع الاحتكار، وانا والله وانا بقرا هذا الجزء ده، انا استغربت جدا على مدى نضج الامريكان السياسيين في القرن ال19، ان هو فكر يحارب الاحتكار. قلت ده احنا الاحتكار وكلنا في بلد زي مصر، وضاغط علينا احنا كمواطنين بسطاء. ما هم التجار مثلا، التجار اللي بيتاجروا في الدقيق، ولا اللي الحكومه مدياله يستورد قمح، ولا التجار بتوع الحديد، بتلاقيهم السعر دوار بينهم، يقول له يا باشا النهارده هنزود سعر طن الحديد 1000 جنيه لحسن الجمارك زادت بكذا. بيحدث هذا، وده حدث. وفي قضيه مشهوره جدا لاحد الناس عليه رحمه الله، توفى كان بيحاول يعمل كده، لما النيابه عن طريق جهاز مكافحه الاحتكار في مصر حاولت ترفع عليه قضيه،
قدر يرشي مجموعة عشان يوقف القضايا. فأنت عندك الاقتصاد مش بالناس، مش زي ما احنا متصورينه. الناس تقول لك طلب وعرض، هذا كلام ليس صحيحا تماما، لأني لازم أطمئن للهيكل، للقوة التي تخلق الطلب والعرض. فإذا كانت قوة احتكارية ما تقدرش تقول إن السعر ده عادل. عشان أقول السعر عادل لازم يكون فيه قوة للطلب والعرض بتتحرك بحرية وبمنافسة. إذا عندي حرية وبمنافسة وضوابط للسوق هيعمل وضع كويس جدا. طيب. أنا هديك مثال بسيط جدا عشان الناس تستوعب النقطة دي. التقيت بشاب مصري شغال في وزارة الزراعة الأمريكية، فسألته يعني هو خريج اقتصاد وشغال في وزارة الزراعة، وأنا استغربت الحقيقة. فقال لي والله يا مصطفى أنا وظيفتي إن أنا كل يوم أنزل الأسواق صباحا، بنزل في المدينة دي كل يوم أسجل الأسعار يوميا، والأسعار دي بتعلن. يعني يقول النهاردة الجزر اتباع بكام، القمح النهاردة اتباع بكام، الباذنجان النهاردة اتباع بكام، الملح بيتباع بكام. عنده قائمة من السلع، السلع الزراعية تحديدا زي القمح زي الذرة زي السكر، كل ما هو سلع زراعية بيسجلها. فأنا استغربت جدا على الموضوع ده، عشان أنا بوري حضرتك قد إيه هم الأمريكان والغرب ناجح جدا في قضية السيطرة في الأسعار ومعرفة الأسعار. فقال لي الأسعار يا مصطفى اللي في لوس أنجلوس بنقارنها بنعلنها عشان الفلاح اللي في شيكاغو يقدر يشوف الأسعار في لوس أنجلوس ويقدر يبيع في لوس أنجلوس أو يبيع في ديترويت أو يبيع في سياتل أو يبيع في نيويورك أو يبيع في واشنطن. فالفلاح بديله قدرة أعلى على إنه يعرف السوق وظروف السوق. أنا بالنسبة لي بقى لما تيجي تقول الكلام ده بقى بالنسبة للذهب عندك في مصر أو للحديد، أنا ما أعرفش. أنا مش عارف كم شركة بتعرض السوق، لا بيعلن أمامنا، ما عنديش بورصة مثلا للحديد في مصر، ما عنديش بورصة مثلا للقطن في مصر زي زمان، ما عنديش بورصة للسكر في مصر. أنا عايز أعرف المعلومات دي. المفروض أنا دوري في الدولة في وزارة التخطيط أو وزارة التجارة أو وزارة الاقتصاد، يبقى أنا عندي جهاز، وده موجود في مصر بالمناسبة، عندنا جهاز لمكافحة الإغراق وعندنا جهاز لمكافحة الاحتكار، لكن للأسف الفساد عندنا ما شاء الله احنا شطار جدا ان احنا نقضي على اي فكرة، فالفكرة بتخرج من محتوى. انا هقول لك على اعجب من كده، وده انا بالنسبة لي قعدت في مصر 100 سنة ما كنتش هفهمه، وقرأت وانا في مصر فوجئت ان النبي صلى الله عليه وسلم منع التجار اللي في المدينة ان هم يطلعوا بره حدود المدينة ويشتروا البضاعة اللي من التجار، سواء اللي جايين من الشام أو سواء اللي جايين من اليمن. قال لهم ممنوع عليكم تطلعوا تشتروا البضاعة من بره، لازم البضاعة تخش في السوق جوه المدينة. أنا قلت يا أولاد، وأنا في مصر قلت إيه المشكلة؟ ما الراجل اللي رايح يشتري اللي طلع بره حدود المدينة 5 كيلو 6 كيلو وقابل التاجر اللي جاي من الشام أو التاجر اللي جاي من اليمن وراح اشترى منه القمح مثلا ب 3 دينار، هو البائع قبل والمشتري مبسوط، الاثنين مبسوطين، وهيخش سوق المدينه هيبيعه ب 3 دينار ونص او 4 دينارات. فالعجيب بقى في هذا المغزى الحديث الجبار اقتصاديا اللي لقيت الامريكان بيعملوه بالحرف، إن النبي صلى الله عليه وسلم عايز التاجر اللي جاي من الشام أو اللي جاي من اليمن يخش سوق المدينة ويعرف الأسعار المعلنة في سوق المدينة كام. طب أنت قابلتني على الحدود بتاع سوق المدينة وخدت مني القمح ب 3 دينار، بس الراجل اللي جاي من الشام ما يعرفش القمح بيتباع كام بكام جوه سوق المدينة. فإذا كان سوق المدينة بيتباع ب 6 دينار، فالتاجر اللي جاي من الشام خسر 3، خسر 3 دينارات في كل أرداب قمح أو كل كيلو قمح أو زي ما يكون. فاللي بيحدث هذا، شوف، ورغم إن هذا اقتصاديا إن أنا لما بطلع بره حدود المدينة ده طلب وعرض ورضا بين الاتنين، لكن رغم ذلك النبي عايز يقول لك إن قوة السوق مهمة جدا لتصنع السعر. فعشان تصنع السعر لازم قوة السوق الطلب والعرض تكون معروضة للجميع.
فيبقى في عندي شيء من اللي احنا بنسميها ترانسبيرنسي، اللي هي الشفافية. في شيء من الشفافيه، في شيء من الشفافيه للتجار. لما تكون الشفافيه دي موجوده، اللي انت حضرتك قلتها باسلوب تاني، قلت لي يا مصطفى لو ان هناك ثقه عند المصريين في الجنيه المصري او في الدولار انه هيستقر او في الذهب انه هيستقر او في سياساتك او في بالظبط سياساتك بالظبط. بل انا اقول لك اكثر من ذلك، أن شراء الذهب وشراء الدولار هو ده تعقيم للاقتصاد، يعني اقتصاد عقيم مش اقتصاد منتج. أنا بضيع البلد وبدمر البلد لما أحط فلوسي في الذهب، وبضيع البلد لما أحط فلوسي في الدولار، وبضيع البلد لما أحط فلوسي في العقار. مش معقولة كل المصريين، ومش معقولة كل القاعدين في الخليج بيحول فلوسه عايز يعين دولار أو ذهب. هذا اقتصاديا خطأ تماما. وخطأ تماما ليه؟ لان انا لما بشتري دولار او ما بشتري ذهب، هب ان انت معاك 1,000,000 جنيه وحطيتهم في الذهب الان في البنك، رحت اشتريت ذهب وفرحان ومبسوط حافظت على فلوسي، هذا اقتصاديا سليم. لكن اللي مش سليم ان انا 1,000,000 جنيه دولت كنت فتحت لي ورشه احذيه، كنت رحت عملت لي مصنع تريكو، كنت انا رحت عملت شيء لانتاج انتاج اي سلعه يا سيدي، وشغلت عندي 2 3 او 4 او 5 عمال، فانا خلقت فرص عمل. ولما انا بخلق فرص عمل انا بزود دخل الناس، ولما بزود دخل الناس انا بزود استهلاك الناس، ولما بزود استهلاك الناس بزود الانتاج لرجال اعمال تاني. انما لما كل المصريين يحتاطوا ويشتروا ذهب او يشتروا عقار او يشتروا دولار او يشتروا ريال، انا في واقع الحال انا وقفت الاقتصاد ده وعملت هذا الاقتصاد خليته عقيم لا ينتج. ما فيش ما يعرف في الاقتصاد بالفاليو ادد، ما فيش قيمه مضافه للاقتصاد، لان انا بالنسبه لي ضيعت فلوسي. وسبحان الله جاء ربنا عز وجل وقال لنا ان انت يا حبيبي لو حافظت فلوسك في ذهب او حافظت فلوسك دولار او ريال او جنيه لازم هتدفع لهم زكاة، لأن هو الغرض إن ربنا مش عايز الفلوس تفضل محتكرة في مجموعة. الغرض من الموضوع إن ربنا عايزك الفلوس تتحرك، لأن أنت لما بحرك الفلوس أنا بنتج، أنا في واحد من ورايا. يعني أنت تخيل إن أنا جيت وعملت عمارة جديدة، كم سباك هيشتغل عندي في العمارة؟ كم نجار هيشتغل عندي في العمارة؟ كم كهربائي هيشتغل عندي في العمارة؟ كم مبلطات هيشتغل عندي في العمارة؟ كم مصنع أسمنت هيشتغل؟ كم واحد هيشتغل عندي في إنتاج الطوب؟ كم واحد عندي هيشتغل في إنتاج الأسمنت؟ يعني هيبقى في دائرة رأس مال، يعني في دائرة حركة في مال، في دورة إنتاجية. دي شوف اللي حضرتك تفضلت به ده يا أستاذ محمد، وده تعليق جميل جدا جدا. ده تاني محاضرة في الاقتصاد، إن إحنا بنعلم الطلبة إن إزاي بيحصل فلو، بيحصل تدفق في الاقتصاد. أنت الآن عشان أنت ما ثبتتش الدولار والدولار عندك مش مستقر، خليت الناس كلها تكتنز، وهذا قلت لك اقتصاديا خطأ. فأنت عملت تعقيم للاقتصاد، هيبدأ يحصل عندك كساد، الأسعار هتنهار، البيوت ما أنتش عارف تبيعها، الذهب الناس عمالة تتهافت عليه عشان كله عايز يشتري ذهب، التجار مش عارفة تبيع ذهب. هيبدأ يحصل عندك في كل هذا، يبدأ يحصل عندك ناس كتيرة جدا قاعدة من غير شغل، دخول الناس بتقل، استهلاك الناس كما هو، عندي بيتي بصرف عليه، عند عيالي بصرف عليهم، أنا شغال مبلطاتي، كهربائي، نجار، سباك، مطور، ببني عمارة، ببني برج، مقاول، حداد، نجار، مش لاقي ولا أي حاجة فرص شغل، لأنك أنت عملت لي إغلاق في الاقتصاد، عملت لي شيء من الكساد في الاقتصاد. فمباشرة دخول الناس دي بتقل، يبدأ يعرف عندنا حاجة في الاقتصاد أخرى أشار إليها أحد العلماء الاقتصاديين العظماء، وهو اللورد جون ماينارد كينز، طلع كتابه سنة 36. كينز قال الأخطر من ذلك بقى، إنه يبدأ يعرف ما يعرف بأثر الملتبلاير اللي هو أثر المضاعف. هيبدأ لما أنت بتقلل استهلاكك، أنا كنت هشتري أحذية لأولادي ما اشتريتش أحذية، لأن أنا كنزت فلوسي أو حوشت فلوسي، أو زي ما أنت قلت ما في الثقة في المستقبل خايف، فأنا ما بقتش أشتري أحذية، ما اشتريتش بناطيل لأولادي، المصنع بتاع البناطيل اللي كان ممكن ينتج 20، أو سوق البناطيل في مصر اللي ممكن ينتج 30 مليون بنطلون في السنة هينتج 10 مليون،
فبدل ما هيشغل مليون عامل هيشغل 100,000 عامل، وال 100,000 عامل دول دخلهم قل، استهلاكهم قل، الارباح لرجال الاعمال هتقل، وهنبدا نخش فيما يعرف بالحلقات المفرغه للاقتصاد، فتبدا توصل لمرحله افقار للاقتصاد، يتم عندك في الاقتصاد يحدث افقار اكثر. فالغني اللي ما شاء الله كان قاعد في السعوديه وجاب مليون جنيه 2 مليون جنيه او جاب مليون دولار معاه وهو جاي، فوجئ ان هو كل شهر ان مصاريفهم 10,000 ما بقتش مقضيه، ال 15,000 جنيه مش مقضيين، ال 20,000 جنيه مش مقضيين، فبيبدا يحصل عنده تاكل من راس ماله. لما بيبدا يحدث عنده تاكل في راس المال بتاعه، انا مباشره هيبدا يقل في استهلاكه، او ما يعرف عندنا في الاقتصاد بالاثر الاحلالي substitution effect. يبدا هذا المواطن او هذا رجل الاعمال يقلل في استهلاكه، ولما بيقلل في استهلاكه انت بتقفل مصنع تاني او بتقفل ورشه تانيه او بتقفل باب رزق لحد تاني. ولذلك هي الفكره ببساطه جدا ان انا عايز كله يتحرك كله ينتج. فلما انت بتقول لي يا مصطفى ازاي تحل الازمه في الاجل القصير، لو خدت بالوسيط انك ترفع الدولار ل 50 جنيه، هذا حل قد يكون ضروري طيب، ولكنه غير كافي. طيب لازم ترجع دايره الانتاج تنتج عشان الوقت خلص مني. دايره الانتاج تتحرك عشان الوقت خلص مني يا دكتور. ليا صديق برضو واخد ماجستير من امريكا تخصص ماليه واقتصاد تقريبا، يعني نفس كلام حضرتك يعني طبعا، يعني انتوا فاهمين، بيقول لي مشكلة الدولار انه لو زاد الطلب على الدولار ولم تستطيع الدولة توفير المطلوب من الدولار، ندخل في وضع اسمه في الاقتصاد الندرة. الندرة ماشي، والنتيجة يرتفع سعر الدولار، وبكده يبدأ جزء من الطلب بالنزول حتى يصل العرض والطلب الى نقطة تقاطع بيتسموها في الاقتصاد نقطة التوازن، وكتبها الانجليزي بس انا ما اعرفش اقولها. الإكوليبريم. هو ده، هي دي الإكوليبريم. وبعدين مشكلة مصر ندرة الدولار او مع عدم وجود كمية من الدولارات تكفي او تعادل كمية الطلب على الدولار، بسبب ان مصر تستورد كل المواد الغذائية والمواد الخام بالدولار، لذلك يزيد الطلب على الدولار، ولهذا سيرتفع الدولار مقابل الجنيه. وندرة الدولار في مصر بسببه عجز الميزان التجاري، لا يوجد تصدير يكفي لجلب كمية. نفس الكلام بتاع حضرتك طبعا. وهو ما هو احنا مدرسة واحدة يا استاذ محمد، احنا كلنا مدرسة واحدة وكلنا بنتعلم من بعض يعني. طيب عشان الوقت خلص دلوقتي يا دكتور، توقعاتك سريعا، الوقت خلص وتجاوزناه ب 13 دقيقة، في دقيقة توقعاتك الدولار هيزيد ولا هيقل ولا هيعمل ايه سريعا؟ لا، الدولار احنا ده لم يعد مجال للنقاش. الدولار سيرتفع في مصر، الذهب سيرتفع في مصر، الذهب سيندر في مصر، لان خلي بالك جزء كبير جدا من اللي بيشتروا الذهب في مصر من الكبار اللي في مصر او الحكومه اللي في مصر هي اللي بتشتري الذهب من مصر، لان اقدر ابيع الذهب ده بره واقدر اجيب بداله دولارات. طيب يعني الدولار هيرتفع والذهب هيرتفع في مصر. اكتر من كده يا دكتور؟ هيرتفع يعني اكتر من كده؟ اكتر من كده طالما ظلت المعضله موجوده عندك، اللي هي الفجوه اللي احنا قلنا عليها بين الصادرات والواردات. ايوه، الديون بتاعتك بتزيد، الدولار سيقفز لمصر. طيب يعني سؤال سريع، يعني بيكذبوا التعويم وبيقولوا ان مفيش تعويم، سريعا كده هل هيحدث تعويم وتعويم كامل ولا تعويم برضو نص نص؟ التعويم كامل مش هنقدر نعمله في مصر، ما يقدرش ان هو يخلي بكره الدولار ب 50 جنيه والسوق السوداء غليت بقت ب 55 يقدر يخليه ب 55، ولو زاد السوق السوداء ب 60 هيقدر، ما يقدرش يعمل كده. طب ما هو كده هيوصل برضه سعر السوق السوداء يبقى اعلى من البنك. بالظبط، انت كل اللي احنا عمالين نعمله وكل الحكومه عماله تعمله، انت تعالج في العرض بتاع المرض مش اصل المرض. انا راجل جالي انفلونزا وجالي برد، وكل شويه عمال تقول لي يا مصطفى خد اسبرين خد اسبرين. يا سيدي انت ما عالجتش الفيروس الاساسي، الفيروس انت ما عالجتوش. طيب يعني متى فقال بقينا 15، فقال يا دكتور من 30 ثانيه،
متى سيحدث سعر واحد؟ احنا عندنا 3 اسعار للدولار في مصر، سعر في البنك، سعر في السوق السوداء، سعر في الصاغة. ما إذا الحكومة وقفت الاقتراض وطلب تأجيل سداد المديونية ووفرت ده دكتور 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 ده بتاخد القرض جديد من البنك، من صندوق النقد. ماشي، ما أنا ممكن أخد القرض لصندوق النقد أسد بوحة السوق المحلي. طب يعني والديون أنا اللي عايز عليا، ما انا أقدر عليا 42 مليار، عليا السنة الجاية 42 مليار. أنت تدبر حالك في 50 مليار دولار يزقوك سنة. خلال السنة دي وقف أي مصاريف بالدولار عندك جوه البلد. إذا عملت كده أضمن لك إن الدولار يعني هيستقر. يمنع الاستيراد خالص. لا مش هتقدر. مش هتقدر توقف الاستيراد لأن أنت عندك حاجات مهمة جدا. أنا عندي في ناس واقفة على عمليات، عمليات القلب وعمليات ومرضى لا، السكر ومرضى وعندي الضغط. زيوت وعندي رز عندي وعندي زيوت وعندي سكر. سكر وعندي قطع غيار لمكن وعندي قطع غيار لطائرات وعندي امال يعمل معدات. ايه؟ طيب يا دكتور يعمل ايه؟ ما انا قلت لحضرتك اهو ده لبيه، لبي الحاجات الاساسيه. اطلب من صندوق النقد الدولي واطلب من الدائنين بتوعك قول لهم بعد اذنكم انا عايز سنه اعفاء من سداد الديون. ال 50 مليار اللي عليا مش هسدهم السنه دي. احنا عملنا كده في 86 و87 في عهد مبارك. فانت مطالب انك تروح تقول للدائنين بتوعك بعد اذنكم يا حضرات انا عايز منكم سماح 3 سنين. وبعدين ياخد القرض بتاع البنك ده، واخد القرض بتاع البنك وما فيش دولار يطلع منك يا مصر الا تحت رقابة مجموعة تكون مخلصة للبلد. ما فيش واحد ياخد دولار منك يا بلد. وطبعا ده اجراء اداري انا بقول لك هيفشل ان انا اعمل ديت الا اذا انت عايز ناس مخلصة في البلد. بس مش عايز الناس عمالة تسرقك في دي وفي دي وفي دي وكل واحد عمال ينهب لي الدولار من يمين وشمال. والا انت لو عايز بقى انت بتقول لي تعالى قول لي بقى انت خدت ال 170 مليار دولار راحوا فين؟ انت خدت في 10 سنين خدت 119 مليار دولار. راحوا فين بقى ال 119 مليار؟ راحوا مطرح ما راحوا، زي الشوكولاته بتاعت موجودين صلاح الدين. ومعروفين وبالواحد. وانا بقولها لك اهوت على الهواء مباشره. معروف بالواحد كل واحد خد كام مليون او مليار دولار في مصر وكم واحد سرب الدولارات خارج مصر معروفين بالواحد. دي معلومه يعني؟ لا مش معلومة بس هو انا الراجل بتاع اقتصاد، واحد زي واحد بيساوي اتنين. انت خدت 119 مليار صرفت جوه البلد 30 مليار 40 مليار الباقي راح فين؟ اتسرب. ده استنتاج، ده استنباط مش معلومة. لكن لو انت قلت لي يا مصطفى تعالى يا ابني بقى وريني هقول للسيد محافظ البنك المركزي طلع لك شوف الناس اللي عندك الدولارات كلها كام وطلع لي حسابات الرجال اللي عندك. وتقدر تعرف مين اسم مين اللي سرب مثلا 10 مليار 5 مليار. شو حالة واحدة أنا مش هقدر أكشفها، اللي خد فلوسه في شنطة كاش وطلعها بطيارة. طب دي مش أمريكا تقدر تكشفها؟ لا ولا أمريكا ولا ليه؟ أي مش حد. كل دولار بيخرج من البنك المركزي الأمريكي له رقم ومعروف رايح فين وخط السير؟ ايوه بقى بس انت بتكلمني مثلا في مش اقل من 20 تريليون دولار للحكومه امال ازاي الامريكيه. بيظبطوا ال اظبطك لما بتحول عن طريق بنك البنك. لا ازاي بيظبطوا الديرتي ماني؟ ما بيعرفش السلاح والدعاره والحاجات دي. ما بعرف ليه طرق تانية يا استاذ محمد. له طرق تانية مش الطرق العاديه اللي انا بقول عليها. لكن لو انت حولت فلوسك من بنك القاهره لبنك تشيس منهاتن اوكي معروفه يعني تشاف اقدر اعرف دي. لكن اللي خد فلوسه بشنطه اللي راح فحر خزنه في البيت عنده ومخزن فيها الدولارات تحت في البيت عنده ده مش هتقدر تعرفه. يعني انت عن طريق اجراء اداري داخل البنك المركزي تستطيع ان تعلم اين ذهبت باقي الاموال بتاعت ال 119 مليار غير اللي راحوا على العاصمه الاداريه والقصور والحاجات دي والفسح بالظبط اللي هي من بنك البنك. اقول لك على معلومه يعني اقول لك على معلومه وانا وانت طلعنا مره على الهوا في الموضوع ده. السيسي عمل فكره جهنميه اللي هي فكره الشمول المالي. اما السيسي عمل الشمول المالي وعايز يوقف استخدام الفلوس الكاش عشان السيسي يراقب كل واحد معاه فلوس كام.
ايوه السيسي فوق، السيسي فوق ومعاه لجنة فوق، عارفين الأستاذ محمد ناصر في حسابه كام، فبيقول لك طب ما اوروبا كده، أوروبا كده ماشي، بس أنت ما تجيش تستغلني. يعني أنت خدت الراجل بين يوم وليلة، الراجل السويركي، حطيته في السجن سوركي وطلعته من السجن. احنا مش عارفين حتى الان السويركي راح فين، دخل فين وجي منين. ونفس الكلام للراجل اللي اسمه، ربنا يحفظه يا رب ويبارك في عمره، اللي هو صاحب شركة جهينة، جهينة. جهينة دخل السجن وطلع، حد عرف دخل ليه وطلع ليه؟ يعني انت مش ضد الشمول المالي، ولكن هو جزء من مجموعة اجراءات فيها شفافية زي اوروبا كده. شوف يا استاذ محمد، اذا ما عندكش ناس مخلصة وصادقة، انت محسس ان اوروبا دي ملايكة يا دكتور؟ لا، ما انا كل واحد فوق راسه حاجة. هو انا مش، انا كمدرس في الجامعة، هو انا بدرس في الكلية، انا اقدر ادي لطالب درجة اقل من درجته؟ طب خلينا نعملها، انا كمدرس اهو اقدر اظلم طالب عندي، اقدر اعملها. هو يروح يشتكيني بكرة، والعميد بكرة هيقول لي يا حاج خد شنطتك وروح. انا بكلمك على واحد موظف صغير في مكان، كل واحد فوق راسه واحد هنا، وكل واحد له اجراءاته. موظف البنك ممكن يسرقك، ايوه ممكن في امريكا يسرقك، ممكن الكارت بتاعك يتسرق، ممكن يتسرق، بس 100 واحد وراك هيقعد يحقق فيه، راح فين وجم منين. ولو انت بقى نصيبك اسود هتقع، هيجيبوك. انت شايف ابن الرئيس الامريكي نفسه ماشيين وراه الان، هانتر، هانتر جو بايدن، عاملين تحقيقات وراه، فلوسه راحت فين وجت منين، واستغل اسم ابوه ولا لا، لما كان ابوه نائب رئيس ولا لا. لان هو الامريكان فاهمينها كويس قوي، ان انا لما اعمل كده هقدر احاصر. هو في حاجات الامريكان مش هيقدروا يعرفوها ولا اوروبا هتعرفها، وتجار السلاح والحاجات والدعارة الدعاره والحاجات دي. والمخدرات هيكشفها ازاي؟ لو انا واخد شنطه كاش ومعدي بها. عشان كده المطارات، وانت طالع من اي مطار في العالم، اقصى شيء ليك تشيل 10,000 10,000 دولار. دولار اذا زودت على 10,000 دولار لازم تكتب. انا ليا صديق في امريكا راح يشتري عربيه، وخد الفلوس حق العربيه في شنطه، في 3 دقائق اتصلوا بالمباحث، تعالى يا حاج الفلوس بتاعتك دي جيبها منين؟ قال لهم والله انا لسه ساحبها من البنك. لا 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 لا، ده لينا صديق هنا كان داخل بمجموعة فلوس، قال لهم ده أبويا هو اللي جابها. تخيل، راحوا سألوا أبوه في تركيا الفلوس دي جبتها منين؟ سألوا أبوه في تركيا، طبعا طبعا، قال لهم دي عمارات بعتها في بلد عربي. لا، فين العمارات؟ يعني فضلوا ماشيين لأن المبلغ عدى، يعني كان قريب من مليون دولار. بالظبط، بهدلة بهدلة. ما انا قلت لحضرتك، هو السيستم في اللي الامريكان، يعني في واحد، يعني في الاخر انت عايز تقول لي ان كل واحد فوقيه حد بيراقبه، كل، حتى شوف الرئيس الامريكي بجلاله قدره في قلب الكونجرس بيوقفوه، تعال اقف. عشان كده اجراءات الشموليه الماليه دي او الشمول المالي دي اجراءات شغاله عندهم، عندنا احنا ما عندناش القصه دي، صح كده يا دكتور؟ انت ما عندك، بس هو الان بقى في مصر عنده حته المعلومه، عارفها دلوقتي عنك عشان يراقبك. عشان يراقبك. انا تجاوزت كتير جدا، دخلت في نص ساعه دكتور والمصحف والكلام معاك لا ينتهي، وحلاوته وحلو وجميل والله، وحسستني ان احنا قاعدين انت على ركية نار في ايطاليا، منوفيه مركز الشهداء ولا حاجه زي كده. ايطاليا مركز اشمون، مركز اشمون، انا اسف جدا والله العظيم. ولو عدينا شويه ممكن نروح كوبري شنوده، نروح طنطا. ويا سلام على كوبري شنوده وطنطا. شفت بقى، انت كده قربت مني خالص يعني. والله انا عديت الحته دي عربيه عربيه والله العظيم. يعني طبعا دي منطقه، دي كانت منطقه، انت وانت راكب العربيه في المنطقه دي كان الشجر لحم ببعضه. صحيح. فتستشعر ان انت ماشي في جنات. او عزبه يعني واحد. كلها كانت غايه في الجمال، طبعا الشباب بقى مش مقصرين يقطعوا الشجر دلوقتي عشان يبنوا بيوت. ربنا يكرمك يا دكتور والله، وكل التحيه والتقدير لحضرتك الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي. كل سنه وحضرتك طيب، وربنا يتمم شفاءه عليك يا رب. ان شاء الله نلتقيك في فرصه ثانيه، في حلقه ثانيه. شكرا دكتور. بالصحه والسلامه، وكما تعودنا في حلقات حضرتك
ان نوصي الناس اللي عمالين يشتروا الذهب والدولار والريال يخلي بالهم من الفقراء، ويخلي بالهم من قرايبهم، ويخلي بالهم من الناس، وبلاش 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 ان انا اتظاهر قدام الناس ان انا رحت اشتريت فطار بكذا واطلع فاتورة الاكل بتاعتي. انا عارف انك مطلع الفاتورة عشان تقول للناس الاسعار غليت، بس خلي بالك فاتورة الاكل بتاعتك دي ممكن تكون مرتب موظف في شهرين ثلاثة. فبلاش نطلع الحاجات دي للناس عشان نحافظ على النسيج بتاع البلد شوية. شكرا لان يا دكتور، يهمني الناس تبقى في شيء من القلوب صافية شوية. شكرا، ألف شكر يا دكتور، كل الشكر والتقدير. أمرك يا أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك تحياتي لحضرتك يا وكل فندم، السادة المشاهدين في مصر وفي العالم العربي. تحياتي يا فندم. كلام مع الدكتور مصطفى الحقيقة يعني لا ينتهي وجميل، وإحنا آسفين أخرنا أكثر من 26 دقيقة، لكن معلش عذرنا. إلى أن نلتقيكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.